فطبعا هاد الفيديو اولا درته باش نمسيكم كاملين بالخير، وباش نقول شكرا لساكنة العيون واهلنا في الجهات الجنوبية اللي تفاعلوا مع الفيديو الاخير ديالي اللي جبت فيه غير نقيطة من بحر الفساد اللي كاين تما ومسكوت عنه. طبعا المغاربة تيقولوا لي ليس كاين الفساد حتى في كازا حتى في الرباط حتى في الشمال، راه حياتنا كاملة وحنا كنهضروا على هاد المناطق. انا 15 عام وانا تنكتب من 2009 الاحتجاجات ديال الريف شاركت فيهم، حتى كيف ما عاودت لكم في الفيديو اللي قبل خفت يتم اعتقالي وبقيت جالسه في العيون. تنهضروا على اخ نوش 24 ساعه على 24 ساعه، على الغالة 24 ساعه على 24 ساعه، حتى خرجت مجله جون افريك سماتني راس حربات معارضه اخ نوش. يعني الفراغ في البلاد، فراغ المعارضه وصل لدرجه تسموا مدونه هي راس حربات المعارضه. يعني ما تقولوش لي انا الداخل وهضري علينا، نوبه الناس ديال الصحراء. علاش؟ لان هذاك الفاسدين تما السياسه ديالهم هي عزل الساكنه، حتى شي واحد ما كيهضر عليهم، بحال شي وحش عزلك وكيدير فيك ما بغى، لان حتى حد ما عارف المعاناه اللي انت فيها. هذوك الناس ديال المناطق الجنوبيه معزولين، حنا ما تنهضروش عليهم، ما تنهضروش على العيون وطنطان واسا الزاق والسماره وغير وغيره من الجهات ديال الاقاليم الجنوبيه. علاش هذوك الناس تعزلوا حتى لديك الدرجه؟ خوفا لا نهضروا على معاناتهم، لا يقول لك انفصاليين، لا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش اللي خرج دواء على حقه انفصالي، وما يمكنش تكون هذه تهمه جاهزه تعلقوها لعباد الله. لا وطنيين وكاين فساد. فانا بغيت نجاوب على شي بعضين، حيت اللي مضرور واللي واكل الدق واللي واكل العصا واللي وصل ليه العظم، غير درت الفيديو على حمدي ولد الرشيد الناس خرجوا كيتضامنوا قالوا ميسا قالت كلمه الحق، واللي بغى يسبني بقناعس يومين الفيديو درته ولا البارحين يومين، وحمدي ولد الرشيد كيفيقوا نوض جاوب عليا واخا عاد اليوم جاوب وانا غنرد نقطه بنقطه الا سمحتوا لي. اولا قال لك المهم خرج واحد المقال، مقالات هما يا الفعليه يا الدايره يا التاركه، واش غدافع علينا ملحده والامم المتحده مسلمين الملف ديالكم عندهم دافع علينا؟ لا لا ما لقينا الا ملحده تدافع علينا. واخا هاد النقطه تقتل بالضحك نتجاوزوها. قال لك سما واحد المقال سماني حماله الحطب التي تنثر انوثتها المصوبه بالابر. لا خويا طبيعي مادايا مازال ما حقنت حتى شي ابره في وجهي جمال طبيعي. هادشي راه غير الضحك دابا، هادشي غير بالعاني باش نعطل شي شويه وانا غنبدا. نقطه اللي غنبدا بها واللي مهمه، قال لك سيدنا علاش جبت ليهم حمدي ولد الرشيد خط احمر؟ انا ما تنفهمش في التقاليد وعادات اهلنا في الصحراء. اولا شنو هي خط احمر؟ شنو هي هذه خط احمر؟ ديروا ليه صنم وعبدوه حسن، بداو تدوروا عليه وتقولوا نحن غرابة عك عك حمدي ولد الرشيد هانيه أمامة اليمانية هبل عبدوه. كيفاش شنو هي خط احمر؟ لا خط ازرق، ما كاين حتى شي حاجه خط احمر. سيد تعطى ليه ميزانيه انا غنقول لكم 77 مليار درهم الملك عطاها لتنميه الاقاليم الجنوبيه، ما زاد حتى سبيطار في العيون. شنو خط احمر؟ يحاسب ويسائل، وخص المجلس الاعلى للحسابات يمشي لتما يسائلو بشويه نقطه بنقطه. نتييو نتوما تييو وانا نشرب القهوه. خط احمر. قال لك سيادنا انا ما تنفهمش في عادات وتقاليد اهل الصحراء، لان كاين واحد العاده سميتها الخيمه الكبيره اللي قال لك كتحكم في القبائل والفخدات والعروش، وهي اللي حاميه المنطقه وهي اللي كيحتكموا ليها الناس، وانا ما خصنيش ندوي عليهم.
الخيمه الكبيره. واش هاد الخيمه الكبيره كتحصن حمدي ورلد الرشيد من المساءله؟ الخيمه الكبيره كتعطيه الحق يشد ملايير ديال البرنامج التنموي اللي الملك قال ليه دير في العيون وغيره، راه ماشي غير العيون، انا تنضرب به غير المثال، حيت بحالو عائلات في جهات اخرين في الجنوب وفي الشمال وفي الداخل دايرين هذا الفساد والسد. انا بديت به ماشي مشكل، بداو به. قال لك الملك محمد السادس هذا الخطاب الاخير اللي دار بمناسبه المسيره الخضراء، هاد 77 مليار اللي خصص للاقاليم الجنوبيه تصاوبت منها 80% ديال المشاريع، 80% ديال المشاريع ما تزاد حتى سبيطار في العيون، ما تقدت البنيه التحتيه في طنطان، ما داروا الاستثمارات في الاقاليم الجنوبيه والناس خدموا، بقى البطاله، باقي الناس مصيفطين ليا من السمارة رساله قالوا لي عافاك ميسا وجهيها للملك كنشكيو ليه من واحد الفساد، انا غنخليها لاخر الفيديو. فين مشاو هاد الفلوس؟ وفي مقابل حمدي ولد الرشيد وعائلته اللي ولاو من اغنى اغنياء الصحراء بسرعه هائله. ونقرا عليكم اخر خبر خرج عليه في موقع مغربي، كتب على حمدي ولد رشيد على لي اسبوع، غير اسبوع، في زمن قياسي اصبح اكبر ملاك المدينه والنواحي. قال لك جامع الفلوس وحتى السلطه ولا العامل ولا الوالي ما كيقدروا يقفوا في وجهه، يعني الاداره اللي كتجي من الرباط اللي تابع للداخليه ما قادرينش عليه. قال لك في قلب العيون، هذا موقع مغربي نشر عليه، دار عمليه ما يمكن تدار حتى في شي بلاصه في البلاد، شارع المرابطين اللي كان سميتو السماره واللي كيعود للاربعينات ديال القرن الماضي وكاين في قلب العيون القديمه. قال لك عنده جوج عمارات، وحده كاريها للتعاضديه والثانيه باغي يدير فيها فندق، هو طبعا راه عنده الفنادق في العيون. قال لك وهاد العمارات حيت بجوجهم متقابلين في شارع اللي سميتو شارع المرابطين في العيون القديمه، حيت عند ولد الرشيد جوج عمارات متقابلين، خدا الشارع دارو جرده ديالو. واش عمركم شفتو شي حد في المغرب كياخذ شارع كيتملك شارع؟ وحتى حد في السلطه في المدينه ما قدر يدوي معاه ودار فيه جرده والشجيرات وخداه باش يبدا يدوز من عماره لعماره على خاطرو ومنع المواطنين يدوزوا منه؟ واش مول الخيمه الكبيره تقاليد الخيمه الكبيره كيعطيو هذا الحق يستحوذ على الملك العمومي؟ واش مول الخيمه الكبيره كيعطي الحمدي ولد الرشيد الحق فان اللي معاه في حزب الاستقلال، وماشي حزب الاستقلال اللي كنعرفو ديال الرباط وكازا وتازا ووجده والحسيمه، لا ماشي حزب، ماشي هذا حزب الاستقلال، الحزب الاستقلال هذا بوحدو ديالو كاين غير تما في المناطق الجنوب، هو راه نفس تسميه الحزب، ما هذا جهته. واش كيعطي له الحق الناس اللي معاه في الحزب يتفوبر عليهم بالامتيازات، واللي بغاو يصوتوا على حزب اخر يقطع عليهم الكارطيات ديال الانعاش، واللي ما بغاش يجي للتجمع الحزبي ديالو يحيد ليه الكارطيه ديال الانعاش؟ كتبتز مواطنين في العيون بانهم يجيو عندك التجمعات الحزبيه ويصوتوا عليك بالكارطيات ديال الانعاش. هذه هي الخيمه الكبيره اللي خصنا نحترمو. واش الخيمه الكبيره كتعطيه الحق يستحوذ على شكون يتوظف في شركه سميتها ارشي غودون ديال اللي كتبني ميناء الفوسفات، اللي كيعرفو واللي كيتبحس ليه واللي كيلحس ليه الكابا يدخلو يخدمو، ولاد الشعب في العيون والسمارة وطنطان واسا الزاك ما يخدموش؟ هادي هي الخيمة الكبيرة اللي كتحكم في القبائل وفي الفخاد وفي الجدوعة وفي العروقة اللي خصنا نحترمو وما نهدروش عليها؟ واش هاد الخيمه الكبيره واحترام تقاليد الصحراء كيخليوه يستحوذ على الصفقات العموميه وصفقات الاستثمار وغير هو اللي يستثمر
ويعطي التزكيه من حزب الاستقلال. شكون غيكون رئيس غرفه التجاره والصناعه في كازا؟ ومن اللي الشخص اللي حمدي ولد الرشيد عطاه تزكيه حزب الاستقلال ونجح لرئاسه الغرفه، عيط ليه في التليفون قال ليه واه انا جاي نستثمر في كازا، زعما في مقابل التزكيه اللي عطيتك. ومالك اخويا ما تستثمر في العيون بدوك الملاير اللي جمعتي باش تخدم ولاد المنطقه ولاد الشعب ديال العيون؟ علاش غتجي تستثمر في كازا؟ على قله المستثمرين ديال كازا؟ ومن بعد يقول لك ولاد الرشيد المستثمرين ما كيجيوش للمناطق الجنوبيه وبداو بيكم لي ملياردير. واش مول الخيمه الكبيره واحترامه كيعطيه الحق يستحوذ على حزب الاستقلال وحيد اللي بغاو يدير قبيلته في الحزب وسدين على نزار بركه وحبسينه في واحد الفيلا حتى خداو القرارات الانتخابيه عطلقوه؟ فراسكم هادي ان نزار بركه تحبس في فيلا وتسد عليه يومين ما خرج؟ حتى حمدي ولد الرشيد خدا القرارات اللي شكون خصو يطلع شكون خصو يهبط في الانتخابات وشنو الحقائب اللي تخادو عاد حلو عليه؟ واش فراسكم هادشي كيوقع؟ هذا هو من الخيمه الكبيره اللي خصنا نحترمو لينا ما كنعرفش التقاليد ديال الصحراء. مول الخيمه الكبيره اللي كيحكم في العروشه، واش نتوما في القرن 21 عباد الله عام 2022؟ ياك نتوما ملف ديال الصحراء المغربيه كاين في الامم المتحده وباغيين الحل من عندهم، يعني نتوما مآمنين بالوثائق ومواثيق وقوانين حقوق الانسان ديال الامم المتحده اللي كتساوي بين البشر تحت من القانون، الكل متساوي تحت القانون، فكيفاش نتوما في العيون او في الصحراء مازالين كتامنوا او في اي جهه فيها هذا منطق القبائل مازال كتامنوا بان عائله عندها حظوه عليكم؟ باي حق عندها حظوه؟ كلنا متساويين تحت الله، نتوما عندكم حظوه وحنا العبيد؟ كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ باش حسن منكم ولاد الرشيد شنو هي الحظوه اللي عندهم عليكم؟ علاش ياخذوا امتيازات نتوما لا؟ علاش ياخذوا ثروات نتوما لا؟ اي صحراوي واي صحراويه هي بحالها في القيمه الانسانيه والمجتمعيه والاقتصاديه والسياسيه كولاد الرشيد، ما زايدين عليكم حتى شي حاجه، بحالكم بحالهم، بنا حنا متساوين في الحقوق والواجبات تحت من القانون وتحت من الدستور. كل صحراوي وصحراويه هو انسان حر، ولد الرشيد ما حسن منه في والو، نتوما حسن منهم، نتوما ما ديتو لا فلوس الشعب لا ثروات لا ظلمتو حد لا قتلتو حد لا لا لا, لا رهبتو حد. كل صحراوي وصحراويه من حقهم يعيشوا العيش الكريم وكم عنده صالير في جيبو كيدخل ليه من استثمار من مقاوله من وظيفه ماشي الكارطيه. كل صحراوي وصحراويه من حقه يكون عنده ابارتمون ديالو وفيلا بحال داك اللي عايش فيها ولد الرشيد، حيت كلشي داكشي ثرواتكم وثروات المغاربه. كل صحراوي وصحراويه من حقه يكون عنده باسبور ويخرج يدوز العطل في اسبانيا وفي نيويورك وفي لندن بحال عائلته ولاد الرشيد اللي باسم الدفاع عن الصحراء دايرين السياحه خمس نجوم. شنو هي هادي ديال هو كيحكم في الفخده وفي الجدع؟ القيمه ديال الانسان بالاخلاق ماشي بحظوه اجتماعيه تعطات ليه. ثم تيقول لك هو رجل وطني وخادم المغرب وخادم الصحراء. واش رجل وطني كيبقى 30 عام في المنصب هو المنتخب الوحيد ديال المدينه؟ ديما رئيس البلديه رئيس مجلس الجهه ولادو عمامو خواتو برلمانيين، علاه فين هي الوطنيه في انك انت تستحوذ على المناصب ديال ديك الجهه؟ فهاد 30 عام هادو ما خلق حتى ولد في العيون حسن منك ياخذ هو رئيس البلديه؟ فهاد 30 عام هادي ما خلق حتى شي واحد حسن منك في العيون ياخذ هو رئيس مجلس الجهه؟ فين الوطنيه في هاد الشيء؟ هذا راه استحواذ والاستبداد والطغيان، هذا الديكتاتوريه هادي. قالك وطني، ولا كنتي وطني وكتخدم قضيه الصحراء والملك محمد السادس خدم معاك، اولا مشيتي مثلتي المغرب في الامم المتحده باش ما يوسعوش
صلاحيات المينورسو في عام أو في وقت معين، راه هادشي واجبك. علاش غتمنع علينا؟ راهم رجالات ديال الدولة، خدموا البلاد وما خداوش امتيازات، وما خداوش القصور، ولاو ملوك الصحراء وملوك المدينة، كيخدموا من يشاءون ويجريو على من يشاءون ويحبسوا الرزق على من يشاءون ويطلقوا الرزق. واش انت الله تعطي من تشاء وتمنع عمن تشاء وتصيب برحمتك من تشاء؟ استغفر الله العظيم، راك غير بشر غتموت في الاخير. حتى هذاك عبد الوهاب بالفقي الله يرحمه، فهاد النهار كنت خرج واحد النهار هضرت على الفساد ديالو، قبلتو سبوني، ها هو مات الله يرحمه، كلنا لها واش ندوموا فيها خالدين؟ شكون انت في ملك الله باش انا ما خصنيش نهضر عليك وانت احمر ولا رجل وطني؟ كلنا وطنيين وكنخدموا البلاد كل من موقعه. ثم الشطر الاخر، دابا خلينا من المعيار اللي كيعايروا بشكل شخصي، انا سنجاوب غير النقاط اللي غادي يهمكم اللي غنشارك معكم في هذا اللايف. لماذا تقحمين مستشار الملك فؤاد علي الهم في صراعاتك التي لا نعرف من دفعك اليها؟ لماذا تقحمين الهم في صراعك؟ اولا شكون غيدفعني؟ شكون غيطيح لي في راسو هذا النهار انا خصني نوض نهضر على حمدي ولد الرشيد؟ كلشي كان كيضرب غير في الجزائر، تبون 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 نهار وما طال. الصحافه كلها والاعلام كله اللي مدفوعين من الجهات كان هذاك هو الصراع ديالهم. بمناسبه ديك القمه العربيه اللي دارت في الجزائر، جوج الاسابيع هما كيسبوا في الجزائر، وكان حنا المشكله الوحيده ديالنا في الصحراء هي الجزائر جزء كبير من المشكل الخارجي، ولكن الدبلوماسيه راه قايمه بالعمل ديالها، كاين مشكل داخلي ما غنهضروش عليه، لا خصنا نهضروا عليه. وانا قررت نهضر عليه في المسيره الخضراء، قلت انا غندير فيديو بمناسبه المسيره الخضراء نهضر على قضيه الصحراء، حتى انا كنسب الجزائر ولا ما تتمكنش، لما تتمكنش. وهذاك نظام معتوه، شوفوا غير البيان اللي خرج في نهايه القمه العربيه تيقول لنا صبورتا نتمنى لك انك تنعس ليله سيئه ودير لي كوشمار. واش هذا بيان؟ هذا تناقشوا ولا تهضر عليه؟ وبعدا نزيدكم انا رايي في هذه القضيه الجزائر، تبون ماشي مشكل، هذاك راه ما فيهش المشكل، هذاك راه سياسي ودبلوماسي ولين ومرن. شوفوا غير التسليمه اللي سلم على بوريطه في القمه العربيه، شوفوا غير اليوم في الكوب، في الكوب اللي كاين في مصر كيفاش فرحان بالسربايه المغاربه اللي كيفرقوا اتاي. المشكله راه ما عمرها ما كانت في رؤساء الجزائر وفي السياسيين البدنيين، المشكله راه كاينه في العسكر اللي شادين سوناتراك. يعني الملك محمد السادس واخا يعيط على تبون ويجي للمغرب ويستقبلو استقبال باهر، راه يقدر نستقبلوه شي استقبال باهر وما يمشي حتى يقول الصحراء المغربيه وصوت الحسن ينادي. المشكله في هذاك شلقريحه والجنرالات. ثم المشكله داخليه في ولاد الرشيد وفي كما سميتهم الاستعمار الداخلي اللي واكلين حق صحراوه وما مخلينهمش يعيشوا احرار ومتساويين معاهم عيشه كريمه. انا مالي دابا شي برلماني في الرباط صوت عليه نحترمو نقدرو ونحنا ليه الراس؟ على علاش بالسلامه والعافيه انا غادي نحترمو؟ يخدمني كياخد الصالير ديالو كبرلماني باش يخدمني، باش يطرح الاسئله في البرلمان على الوزراء. علاش نتوما في الصحراء خايفين منو؟ علاش تقحمينا؟ هذه بالنسبه للمدفوعه. بالنسبه لعلاش تقحمينا فؤاد علي الهمه؟ وكيف لا اقحم فؤاد علي الهمه؟ كيف لا اقحمه؟ نتوما يمكن الحاجه الوحيده اللي كتعرفوا على الهمه هي اللي قال عليه بن كيران، هي الهضره اللي كان كيقول عليه بن كيران، حتى حولوا لانه هو عدو الشعب، كاين المغاربه والمطالب ديالهم وفي مقابلهم كاين فؤاد علي الهمه. ما تبقاوش تيقوا بن كيران، بن كيران راه داكشي كيديروا غير على الحمله الانتخابيه. بن كيران راه الى هبط سيدنا جبريل عليه السلام وقال لبن كيران انا ضدك انك ترشح في الانتخابات، بن كيران يسب سيدنا جبريل. ولا طلع الشيطان من الارض وقال لبن كيران انا معاك في الانتخابات، بن كيران يمدح الشيطان. بحال اللي دار لشباط، بن كيران كان كيسب شباط وكيقول عليه تاجر مخدرات وتاجر كوكايين وهيروين ونشر المخدرات في فاس، وملي شباط ولا معاه قال لنا بن كيران سكتوا ما تعايروش الشباط مزيان، راجل مزيان راه تاب.
حيت هو المقياس ديالو ماشي هو الخير والشر والملك والشيطان، المقياس ديالو هو شكون معاه وشكون ضده. ملي الهمه كان كيتنافس معاه في الانتخابات خرج كيسبو وردو عدو ديال الشعب. ولكن في الحقيقه نقول لكم هذا الشيء ديجا قلتو في واحد الفيديو على تقنيه الكيف، ونعاود نقولو علاش انا اقحم فؤاد علي الهمه في اي حاجه تنقولها، لانني دابا تنبش عدد من الملفات. مثلا بغي نخرج ندير فيديو كنمشي نبش، كنمشي نبحث، كنمشي نقلب، كنمشي نسول، اي ملف كنبش فيه كنلقاه خدم عليه، كنلقى الهمه ديجا خدم عليه. كنت كنقلب في ملف تقليل الكيف حيت بغيت نخرج نهضر في الموضوع، لقيت السيد ديجا خدم على ملف تقليل الكيف. وانا غنقول لكم واحد الحاجه، وربما هاد الهضره اللي غنقول لكم دابا ما غتعجبكمش، لانني غنلوم المغاربه وغادي نوري حقيقتنا في المرايا، وغنقول لكم حقيقتنا حنا كشعب مغربي علاش حنا ما كنسوا وما كنصلح. فؤاد علي الهمه ملي كنت كنبش في ملف التقنيه اللي كيف باش نخرج ندير عليه فيديو، لقيت السيد ديجا خدم عليه ملي كان داير ديك حركه اللي كل الديمقراطيين الى ماشي قبل، ماشي خدم عليه يعني هضر عليه ولا بغى يدير شي حاجه، مشى لكتامه وطلاق الناس واقترح عليهم تقنيه اللي كيف، واقترح عليهم اسقاط المتابعه على الفلاحين اللي متابعين. اش قالوا ليه الناس ديال الكيف؟ جراو عليه، قالوا ليه الا قننا الكيف غيولي رخص من النعناع، وحنا بغينا نبقاو كنهربوه، ماشي شغلك فينا وفي منطقتنا، خلينا متابعين، بغينا نبيعوا الكيف بالغلا. ومشى بحالو. ملي كنبش في ملف الصحراء كنلقاه دار مبادره في 2009، مشى للمناطق الجنوبيه وبدا كيتحارب وكيضار مع هاد العائلات الطاغيه المستبده. اش قالوا ليه صحاب الصحراء؟ جراو عليه، قالوا ليه سير بحالك بغيتي تقطع علينا الكارطيات وبغيتي تقطع علينا العطايا ديال هاد العائلات. ملي كنبدا نبش ملف في الانتخابات كنلقاه جماع في حركه لكل الديمقراطيين كاع الحقوقيين والمناضلين في عهد الحسن الثاني، ودار معاهم الانصاف الملك محمد السادس، دار معاهم الانصاف والمصالحه، وجابهم فؤاد علي الهمه باش يدوز بهم في الانتخابات. اش قالوا ليه المغاربه؟ جراو عليه. اتنقول لكم الحقائق والوقائع، المغاربه جراو على الهمه وقالوا له بغينا الاعيان اللي كيعطيونا 4000 ريال في الانتخابات، ما بغيناش المثقفين ديالك، المثقفين ديالك اش غيعطيونا؟ ملي الهمه كان كيدور في ديك حركه لكل الديمقراطيين وكيخدم بعض الملفات، انا تنهضر على ملف الامازيغيه كنلقاه خدم فيه، كنمشي لملف المحروقات كنلقاه خدم فيه، دار واحد العمل. فلوس الانصاف والمصالحه تسرقوا، فلوس الزلزال الحسيمه تسرقوا، فلوس المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تسرقوا، كاع داكشي اللي الملك محمد السادس في بدايه العهد الجديد كان كيدير. منين يالله ولا مالك وهو باقي صغير، وفؤاد علي الهمه يالله صاحبه مازال ماشي مستشار، وكاع دوك العدد ديال المبادرات اللي حاولوا يديروا تسرقوا فلوسهم، والمغاربه جراو عليهم، والمغاربه كيعجبهم الريع وكيعجبنا الفساد، وكيعجبونا العائلات اللي كيفورني عليك ديك الساعه. المغاربه ما باغينش يصبروا وما ياخذوش 4000 ريال في الانتخابات ويتسناو واحد التنميه شامله تهبط وتساوي بين المواطنين، لا، المغربي كيبغي اللي يديروا ولدو للسبيطار ملي مرض، اللي يدور معاه 200 درهم، اللي يدير ليه يمشي عنده يقول له الله يرحم باك القايد ما بغاش يسنيلي، وعيط في التليفون يقول القايد سنيلو. المغاربه مولفين الريع، مولفين الفساد، ومولفين الحلول الانيه، ومولفين الرشاوي، ومولفين 4000 ريال. وإلا قلتي لهم نحيد لكم الاعيان ونجيب لكم المثقفين ونحيد لكم العائلات الفاسده ونجيب لكم نموذج تنموي، يقول لك سيري بحالك، حنا واش ما نعيشوش واش ما ناكلوش واش ما نشربوش، واش بغيتي تقطع علينا رزقنا؟ ويجريو عليك الهمه، جراو عليه. حتى في هذا الشيء ديال الحريات الفرديه اللي وليت كنامن به لقيتو خدم عليه وجراو عليه، وقالوا له ما بغيناش الحريات الفرديه، انت فاسق ضاعر. وبنكير الخرشي يقول لهم بغى الشواد، بغى يجيب لنا الشواد. كلشي المحاولات اللي دار ملي الملك كان باقي الله صغير ويالله جا الحكم والفؤاد علي الهمه كان كيحاول، كلشي هادشي فشلوا ليه المغاربه. انا دابا تنمشي على نفس الخطى، بحال الا هو كان داير واحد خطه الطريق ما دارهاش وصافي الملك عيط ليه وجابوا مستشار وحبسوا اللعب، بحال انا ديك خطه الطريق بحال الا كنمشي فيها. ولكن بديت كنلقى المغاربه بدا عقلهم كيتبدل، بديت كنحس المغاربه والله اعلم بدا عقلكم كيتبدل.
دابا ملي كنهضر على الحريات الفرديه وتنقول التعايش، وراه حتى حد ما كيحارب الاسلام، كاينين الناس ما بقيتش كنشوف داك كم السبان والمعايير. واش هو كاين السبان والمعايير؟ كاين 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 يا رب. ملحده طاهره ملحده وداكشي. انا ما ملحداش، انا تنامن بالله الذي لا اله الا هو، عندي افكاري الخاصه، شغلي هذاك مع سيد ربي. ولكن فئه كبيره وعات، فئه كبيره بغات تشارك في الاصلاح، ولكن العيب ديال المخزن وما يتقلق مني حتى شي واحد. انا في الله بالشرع وبرجال الله واقفين معانا في هذه الساعه. شوفوا كاين عيب عند هذا النظام ديالنا، ما تيحاسبش. تن بوينتي والمغاربه يشيرون باصابعهم الى الفاسد، سيدنا هذا فاسد، ما تيحاكموهش وما كيديوهش للحبس، كيخليوه في المناصب. الفاسدين المخزن كيخدم بيهم، كيخرجوا تقارير ديال مجلس اعلى للحسابات ومجلس المنافسه في الشخص، وحتى حد ما كيدير والو. حنا فينا الغلط؟ حنا كنا ما نسواوش، حنا داروا معنا مبادرات يحيدوا الفاسدين ويجيبوا المثقفين، والشعب ما بغاش وجرى على الهمه، ما بغاو يتقليل الكيف، ما بغاو في الصحراء يديروا انتخابات نزيهه، ما بغاو يحيدوا الاعيان ويديروا مثقفين. انا ريكابيتولي، انا اعيد تكرار اللفظي والمعنوي باش ترسخ عندكم الفكره. هما داروا محاولات، الملك في العهد الجديد دار محاولات، الهمه في العهد الجديد دار محاولات، والمغاربه جراو عليه، ولكن حتى هما غالطين. علاش ملي كتلقى واحد فاسد وعندك عليه الدليل، علاش ما كتحكموش وتدخلوه للحبس؟ واش تخليوهم لينا نطليوهم؟ ويلاه دابا نستجدي، نستجدي جلالة الملك محمد السادس، يصيفط شي لجنة تقصف الفلوس اللي صيفط للجهات الجنوبية. واش حمدي ولد الرشيد شنو دار بيها؟ ما بنا سبيطار، ما بنا جامعة، ما صلح بنية تحتية، ما خدم الشباب العيون، ما خدموش الشباب في بوجدور، ما خدموش الشباب في السمارة، ما خدموش الشباب في أس الزاق، ما خدموش. نقول لكم الشباب ديال السمارة الرسالة اللي مصيفطين ليا تبكيو، تبكيو، سمعوا الرسالة اللي مصيفطين ليا الشباب في السمارة، سمعوا. قال لك سيادنا كاين في واحد المخيمات في السمارة، يا ربي نعرف ننطق هذا الشيء، ساكنة مخيمات الوحدة، الكويز والربيب. دابا حيت هادو كلمات صحراوية انا ما عرفتش واش ننطقهم مزيان. ساكنة مخيمات الوحدة، الكويز والربيب بمدينة السمارة، تيحتجوا هذيك اكثر من 3 شهور حيت سرقوا لهم المؤونة، مؤونة جاية للمخيمات تسرقات والعار. وقال لك فين ماشي حد كينوض كيقول عباد الله تتسرقوا لنا المؤونة، هبة ملكية مصيفطها الملك لهاد المخيمات، كيشدوه بالتهم ويعتقلوه ويحبسوه. قال لكم معتقلين واحد الشاب سميتو ياسين ايت الجديد، مستشار وعضو المجلس البلدي في السمارة، علاش خرج؟ قال لهم علاش كتسرقوا لعباد الله المؤونة؟ وتيقولوا لي ما يصلي الله يخليك وصلي هذه الرساله لجلاله الملك محمد السادس. طبعا الملك ماشي تنقول كيتفرج في الفيديوهات ديالي، ولكن كاين اللي كيتفرج في الفيديوهات ديالي واللي يقدر يوصل الهضره، وماشي بالضروره توصل ليه هو شخصيا، تقدر توصل لوزير الداخليه، تقدر توصل لشي مستشار، تقدر توصل لشي مسؤول. فكاين مخيمات عباد الله في السماره، الملك كيصيفط لهم هبه المؤونه، والمؤونه مسروقه، والناس كيموتوا بالجوع ومحتجين هذه 3 شهور، عتقوهم. هادشي راه هادشي عيب وعار، هادشي عيب عيب عيب. نبداو نقولوا هاد الهضره عيب عيب. حشومه حشومه، نقولوا هادشي حشومه حشومه حشومه، تسوقوا المؤونه ديال الماكله للناس في مخيمات، عيب 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 عيب. نكونوا تنضلوا في هذا المستوى المنحط، الناس ميريكان ما عرفتش نوصلوا في النضال، كلاو وشربوا، واخا كاين الفقر عندهم وداك الشيء، ولكن ماشي كثير، وتينضلوا على الاجهاض، وكينضلوا حنا مازالين الماكله، الماكله كيسرقوها الماكله.
يعني انا اناشد، ماشي انا، حنا نناشد جلالة الملك محمد السادس يصفت قضاة من المجلس الاعلى للحسابات. راه القضاة اللي عاد نصب نزهاء ما كيتهددوا ما كيترشاو للصحراء يشوفوا هذاك حمدي ولد الرشيد اش دار بميزانيه التنميه، ويشوفوا دوك العائلات الكبار ودوك البنضيه والمنتخبين اش داروا بديك الميزانيه ديال التنميه اللي الملك وصلاتو ان 80% من المشاريع ديالها تقدات، والناس يقول لك سرق لهم المؤونه ديال الماكله. وسمحوا لي بزاف، انا عارفه بان المخزنين وضع حرب هاد العائلات اللي كتهددوا، هاد العائلات كتهدد المخزن بان بيديها الامان والاستقرار. صعيب بزاف، ما غاديش تقدر تنوض تحاسبهم كاملين وتبدا كتعتقل فيهم، ما يمكنش. ولكن اللي نقدر نقول واللي نقدر نطالب به، الشعب يتكتل، ناس العيون راكم احرار، راكم ماشي عبيد ديال ولد الرشيد، راكم ماشي اقل درجه منه في الجينات، كلنا بنادم دي زومو سابيان، اجتماعيا كلنا مواطنين تحت الدستور وتحت القانون، ماديا خصو يتحاسب على الفلوس منين جابهم، كيفاش هو تيحمي الامن والاستقرار ديال المنطقه؟ سياسيا خاص ناس جداد يطلعوا في الانتخابات، ما يبقاش هو مستحود على بلديه المدينه ورئاسه جهه المدينه ولا الجهه. ناس العيون راكم احرار، تكتلوا ورفعوا صوتكم وطالب الاعلام من هاد المنبر يكون صوت ديال هاد الناس. انا كيف ما قلت اعيد، اعيدكم لايفاتي غادي نخصها للريف والداخل والصحراء، صوتكم غيولي مسموع وما غتبقاوش في ديك العزله دايرين فيكم ما بغاو، غنفضح الفساد كيف ما الناس السماره دابا صيفطوا لي وهضرت عليهم، اللي صيفط لي غنهضر عليه، اللي صيفط لي غنهضر عليه. انا تنوعدكم غنكون صوتكم وغنخرجكم بما اوتيتو من قدره، وهاد صفحه الفيسبوك اللي راه حتى مشاهده الفيسبوك نقصهم، علاش؟ لان بغاك تبقى ديري الريلز وديري ستوريز وديكشي فيه 30 ثانيه باش يكلخوا عباد الله، ما تيحملوش هاد الفيديوهات الطوال اللي فيهم السياسه والدق. راه محيدين ليا حتى الاشهار من الفيسبوك، قال لك انني انا الفيديوهات ديالي لا تستوفي شروط ان فيسبوك يعطيني الاشهار، لانني تنخوض في البوليتيك كونفليكت، في الخلافات السياسيه، ما خصنيش، خصني نكون كنهضر غير على الغلاء والبوطا والزيت وصافي، ما نبقاش كندك في اخنوج ونخرج نهضر على الاسماء د عباد الله. الا درت هكا فيسبوك حيد لي الاشهار، وماشي مشكل، ما عندي ما ندير بالاشهار، ولكن بهاد الصفحه اللي عندي وبهاد القدره اللي عندي باش نهضر، كنوعد ناسنا في الصحراء في كل جهات الاقاليم الجنوبيه، انا صوتكم غادي نهضر عليكم، وحتى نتوما هضروا وصيفطوا ليا، راني خليت لكم الايميل وغنعطيكم النمره ديال الواتساب غنكتبها في هذا الفيديو. انا هذا الفيديو غادي نمسحو من لاباج ونديرو في يوتيوب، غادي يبقى في يوتيوب دائما، دخلوا عاودوا تفرجوا فيه وبارطاجيوه. كنوعدكم ديما غنهضر عليكم وغتخرجوا من ديك العزله اللي نتوما فيها، وغيتفضحوا الفاسدين اللي نتوما عارفينهم، غير تما فاسدين غيعرفوهم وطنيا ودوليا انهم فاسدين. دوليا على سحب لكم السفارات ما كيشوفوش هذا الشيء ويترجموا ويطلعوا الرابورات، فضيحه فضيحه فوق السطيحه، وضرب الطر عندي واحد الطر نوريه لكم، بلاتي نوري لكم الطر، خص غير هذا الشيء كله يطيح، لا ما عندي كندير، بلاتي نوريكم الطر. هاهو شو هذا الشيء اللي غندير الناس الصحراء، ضرب الطر، فهمتوا؟ وطنيا ودوليا غيتعرفوا الفاسدين اللي عازلين الناس والساكنه في المناطق الجنوبيه وتيدكدكو فيهم وتياكلوا لهم رزقهم وخيراتهم. فهمتوا؟ والناس الاحرار تراسلوا معايا، انا غنخلي لكم نمره واتساب، راني درتها غير على ودكم، دايراها غير واتساب، ارسلوا ليا وسمعوني صوتكم، ان شاء الله دائما معاكم. شكرا جزيلا على المتابعه،
اي مطالب راني واخا ما نجاوبش كنقرا كنفرز، لان الناس العيون كيصيفطوا لي كنفرز، ناس السمارة كيصيفطوا لي كنفرز، ناس الصزاق، باش كل منطقه نعرف المشاكل اللي فيها ونشر داكشي اللي صيفطوا لي عليها. وان شاء الله الرحمن الرحيم دمنا على تواصل، دمنا على تواصل وفضح دوك المفسدين، وان شاء الله باذن الله الوضع يتبدل. عرفوا راسكم احرار، وان حتى شي واحد ما كيصرف عليكم من جيبه، وما لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، ولا طاعة لمخلوق تحت من مخلوق. كلنا عباد وكلنا متساويين في هاد الارض. فغير الى عرفتوا هادشي وتقعدتوا ليهم غادي يكون غير خير ان شاء الله. كنتمنى الملكة حسبهم وعرف ديك الميزانية ديال التنمية فين مشات، وان شاء الله بشوية بشوية، ماشي كلشي غيوقع في خطرة. حنا دابا فتحناهم وخرجناكم من العزلة، بشوية بشوية الوضع ان شاء الله غادي يتبدل. شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعة الكريمة ديالكم. كيف ما قلت لكم نشوف واش نخلي اللايف شي نهار ولا يومين ونحطه في يوتيوب. بارطاجيو، لان الصوت الى وصل كتكون القوة وكتعطيو الواحد انرجي باش يستمر، واخا انا تنستمر في جميع الاحوال. وتنبغيكم بزاف بزاف بزاف، والله يجعل ان شاء الله زياره ماجيه للعيون تكون حسن من ديك اللي دازت، ما نبقاش تما حيت مخلوعه، نبقى حيت عاجبني الحال. ونتلاقاكم كاملين، وليلتكم سعيده، ليله سعيده. شكرا لكم.